ازيكم عاملين ايه؟ انا رندا الفزاري، فنانة تشكيلية، ودي قناتي لتعليم الرسم والاشغال اليدوية. اللي اول مرة يتابعني او لسه مش عامل سبسكرايب للقناة، يلا اشتركوا بسرعة واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. اللي اول مرة يتابعني، احنا خلصنا كورس البورتريه من البداية للاحتراف بالاقلام الرصاص. اتعلمنا ازاي نرسم النسب، بنرسم الوش مظبوط، نعمل الملامح، ازاي نظللها من جميع الاتجاهات. عملنا مع بعض البورتريه كامل، وبدأنا كمان نرسم مع بعض النني او بؤبؤ العين بالالوان الخشب. عملنا واحدة الدرس اللي فات، والدرس ده هنعمل واحدة جديدة ان شاء الله. مش شرط الوان خشب معينة، الالوان الخشب المتوفرة عندنا احنا خدنا قبل كده، اتكلمت معاكم قبل كده في قواعد معينة لازم نكون عارفينها قبل ما نبتدي نشتغل بالألوان الخشب. دي الألوان عندي برضو حلوة، هي نوعها رخيص جدا ومتوفرة في كل المكتبات، برضو يعني مفيش مشكلة في نوع الألوان، المهم ان احنا نكون بنعرف نستخدمها صح. وخدنا درس مع بعض ازاي نعمل دمج او ان احنا ندمج الألوان الخشب، موجود برضو على القناة، مهم جدا عشان تعرفوا تدمجوا الالوان الخشب بشكل مظبوط. نبدأ بقى درسنا. هنقول الاول الادوات اللي احنا هنحتاجها. هنحتاج قلم رصاص ما يكونش تقيل قوي، هنحتاج كمان الاستيكة او المحاية او الممحاة حسب ما انتوا بتسموها، اي نوع عندنا، العادية او المونو زيرو او القلم او استيكة الفحم، اي حاجة عندنا هتأدي الغرض وهتنفع معانا حسب المتاح يعني عندكم. هنحتاج كمان بقى اي وسيلة للدمج، اتكلمنا عن وسائل الدمج في فيديو منفصل وقلنا انواع كتير جدا وحاجات كتير قوي نقدر نستخدمها للدمج. دي بعضهم طبعا، وريتكم زيوت وحاجات كتير قوي ممكن نستخدمها في اي وسيلة للدمج تنفع معانا. وكمان هنحتاج بقى يا اما قلم جل ابيض يا اما كوريكتور، عشان ممكن نحتاجه في لسعات الاضاءة، خصوصا لو هنستخدم ورق الملون مش ابيض، فهنحتاج اكيد الورق القلم ده او كوريكتور او اي لون جواش او اكريليك او اي لون ابيض وفرشة برده هيأدي الغرض. تمام كده. الالوان النهاردة اللي هستخدمها، هستخدم القلم، هعمل عين اخضرات، فهستخدم الدرجات دي. طبعا تقدروا تستخدموا الالوان اللي انتوا حابينها او الدرجات اللي انتوا حابينها، انا مش عايزه ازود لكم الدرجات قوي في البدايه عشان بس ما يبقاش شاق عليكم، فانا اخترت درجه اخضر غامق وفاتح وبني واصفر وطبعا اسود وابيض. وهنبدا نعمل شكل دايره باي حاجه دائريه عندنا. وكمان في النص هنبدا نعمل في النص بالظبط دايره تانية صغيره زي ما اشتغلنا المره اللي فاتت. ويا ريت يا ريت اللي ما شافش الدرس اللي فات يرجع يشوفه تاني ويشوف درس ازاي ندمج الالوان الخشب وايه الفرق ما بين انواع الالوان، والدروس اللي فاتت دي مهمة جدا، والخطوات اللي لازم نتبعها واحنا بنشتغل بالالوان الخشب. هنبدأ نحدد مكان الاضاءة بتاعنا عشان ما نقربش منه على قد ما نقدر، واحنا بنلون هنستغل ان الورق هنا بتاعنا ابيض، فنحاول ايه ان احنا نستغل المساحة البيضاء دي ما نقربش منها. طبعا مش محتاجين افكركم ان لسعات الاضاءه من اكتر الحاجات اللي بتبرز العين او النني وبتخليه شكله حقيقي اكتر. هنبدا نمسح بقى اي قلم رصاص جوه المساحه البيضاء بتاعتنا دي وعشان نبدا نشتغل. اول حاجه طبعا هستخدمها اللون الاسود، تقدروا تستغنوا عنه بالبني الغامق او اي درجه غامقه، بس انا حاسه الاسود بينطقها اكتر، بيعمل كونتراست مع الالوان، خصوصا ان انا الواني المره دي فاتحه شويه غير الرسمه اللي فاتت كان الازرقات والاسود غامقين، لا احنا المره دي فاتحه شويه وهتشوف النتيجه في الاخر. هنبدا نملى الجزء اللي في النص ده ونحافظ على لسعات الاضاءه ما نقربش فيها عشان نحافظ عليها بيضه.
هنمليها بقى كويس قوي بالشكل ده وهنبدأ الخطوة اللي جاية. العدسة من بره او النني او البؤبؤ هنبدأ ان احنا نديله زي شعيرات كده بسيطة بالقلم الاسود برضو الغامق، حاجات بسيطة بس. وهرجع اكد عليكو ان النني من فوق بيبقى دايما عليه ظل الجفن، فبيبقى من فوق اغمق في الغالب من تحت. نسرع بقى الخطوة دي شوية عشان ما نطولش الفيديو. هنبدأ بقى نستخدم اللون الاساسي عندنا اللي هو الزيتي او الاخضر الغامق، درجة الغامقة من الاخضر. وهبدأ ان انا امشي على حروف النني او العدسة كده من بره زي ما انتوا شايفين، طبعا مع تون بسيط كده لجوه. طبعا احنا المرة دي مش بس بنغير الالوان، احنا بنغير تكنيك التلوين نفسه او شكل النني نفسه، فبس حبيت اوريكم اكتر من طريقة، وهنكمل كمان طرق تانية لو حابين، لان طبعا العيون مش شكل بعضها، وسبحان الله خلقنا كل واحد ليه شكل الحدقة بتاعته او النني بتاعه مختلف عن التاني، سواء في اللون او الشكل او التفاصيل اللي جواه يعني. هنبدأ ندي تون كمان كده من جنب الجزء الاسود ده، هنخلي بالنا ان احنا برضو نحافظ على يعني المساحات البيضة، دايما بأكد عليه عشان بس ما تسرحوش مني. هنجيب بقى الدرجة الافتح، نبدأ نحط بقى تونات في كل تقريبا المناطق اللي باقية زي ما انتوا شايفين كده. انا بدأت اكبر المنطقة دي، وهبدأ ما بين لسعات الاضاءة وهدي تون خفيف. واحنا بنشتغل كده هنسيب بس مساحات او حاجات كده بيضة فاتحة زي ما انتوا بقى شايفين كده بالظبط. بصوا عملتها يعني ايه، عارفين زي الشمس كده، شايفين الشكل ده. باللون الاصفر برضو هنبدأ نجيب بقى من فوق، او نبدأ ناخد تقريبا نفس الشكل كده يعني، ندخل في الحتت اللي داخله دي باللون الاصفر. نرجع نأكد تاني على الإطار الخارجي عشان يبقى مظبوط معانا. المرة دي بقى ده البني مش الأسود، هبدأ إن أنا أزوده شوية، أدخله لجوه أكتر. مش عايزينه يبقى منتظم قوي، لا عايزين حاجات خارجة وداخلة كده عشان يدي طبيعية أكتر للعين. نفس اللون البني الغامق بتاعنا هنبدأ نرسم بشكل عشوائي كده حوالين الجزء الغامق شوية اللي جوه.
وهنعمل فيه زي خطوط بسيطة كده، وأهم حاجة تكون ناعمة قوي. هجيب عندي اللون الأخضر الفاتح، وهبدأ ان انا جنب الخطوط العشوائية دي أبدأ ان انا اغمق شوية. همشي مع الخطوط العشوائية اللي انا عاملاها دي واغمق شوية واطلع على فاتح، واحاول ادمجه باللون الاصفر اللي موجود جنبه. كل ما بنشتغل بلون فاتح على لون غامق كل ما بيدمج معانا اكتر وبيدينا نعومة اكتر. ممكن على ما نيجي الاخر ما نحتاجش لأداة دمج ولا اي حاجة، طالما الاقلام نفسها دمجت بعضها ببعض، لان النوع ده كمان من الالوان ناعم جدا. زي ما قلت لكم ان احنا برضو ممكن نستخدم في الدمج اللون الابيض بتاع الالوان، فبالتالي اي لون فاتح هيدمج اللون اللي قبله، بس نكون فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط عشان ما يبقاش شكلها باهت معانا وشكله مش حلو، لان برضو اي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها على طول. انا كده نعمت كل البني باللون الاخضر الفاتح ده، واي حاجة بقى عندي اي بودرة او اي حاجة طلعت هنبدأ ان احنا بس بفرشة كده، او ما نستخدمش ايدينا خالص عشان ما نبوظش الالوان. وهرجع اجيب اللون الزيتي الغامق وهبدأ ان انا ااكد برده على الحتة الغامقة دي حوالين الشكل العشوائي، هدي تون اغمق شوية. وكل ما بندي تفاصيل كل ما الحاجة بتظهر اكتر معانا. من المهم كمان ان احنا ما نستعجلش واحنا بنرسم، نرسم على مهلنا وبراحتنا وبمزاج كده عشان الرسمة تطلع حلوة وتطلع متعوب عليها زي ما بيقولوا يعني. هبدأ بقى اقسم لساعات الإضاءة اللي عندي، او حسب طبعا الريفرنس او الحاجة اللي انتوا بتشتغلوا منها، او لو من خيالكم تقدروا ان انتوا تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. انا هنا حابة اقسمها كده. حاولت كمان يعني اغمق حواليها شوية بحيث ايه تبان اكتر. هبدأ ادي تون غامق كده حوالين برضو الجزء الاسود ده طالع بشكل عشوائي. بالقلم الأصفر بقى بحاول يعني شوية أدمج كده، وفي نفس الوقت
اسيح الالوان على بعضها في اماكن واماكن، وتيجي بقى مرحلة اللون الابيض. هبدأ ان انا ادي كده في مساحات اديها لون ابيض، طبعا ده مش هيديني ابيض صريح، بس هيبدأ ان هو يفتح المكان اللي انا بشتغل عليه. انا في حتت كتير مش حابة اجريلكوا الفيديو فيها عشان تشوفوا كل التفاصيل. احنا بنتعلم، يعني زي ما قلتلكوا احنا ممكن الفيديو ده نعمله في اقل من دقيقة، بس مش هتشوفوا التفاصيل وهيفوتكوا خطوات كتير قوي، فانا حابة ان انتوا تبقوا معايا في كل الخطوات. انا حبيت هنا استعين باللون اللبني كأن العدسة شايفة السما فمنعكسة في العين، حبيت ادي كده تون بسيط باللبني. وهبدأ انعمه باللون الابيض، بس انا حاسه ان هو زاد قوي فهبدأ ان انا امسح كده شوية. طبعا تقدروا تستخدموا الاستيكة، وتقدروا كمان تستخدموا اللون الابيض نفسه الجل او الكوريكتور او اي لون جواش او اكريليك زي ما قلنا، بس احنا هنا ما عملناش طبقات كتير فالاستيكة او الممحاة هتأدي الغرض. يعني بس كده نبدأ نرجع بقى تاني باللون الأسود كده، نبدأ بقى نبرز الحدقة دي أو النني أو البؤبؤ. قولولي صحيح انتوا بتسموها ايه عندكم عشان مش كل متابعيني مصريين. هبدأ ان انا ادي زي ظل كده للرموش، لما هنرسم العين كاملة هتلاقوا تأثيرها حلو قوي. هندي شوية تأكيدات كده بسيطة،
وهنبدأ بقى ندمج كده الحروف دي كويس عشان تدينا نعومة كده وبرده طبيعية اكتر للنين. بأي أسيكة رفيعة عندنا وهنبدأ ندي زي لسعات كده بسيطة، تقدروا تعملوها برضو بالقلم الجل الأبيض أو الكوريكتور أو اللون الأبيض زي ما تحبوا، ممكن برضو بالأسيكة كده. انا حابة اكد برضو على اجزاء كده باللون الابيض، زي ما عملنا الفيديو اللي فات هندي تون كده بسيط حوالين النين نفسه، ده هيبان طبعا في بياض العين لما نبدأ نرسمه. اخر كده تأكيد كده للدوران بتاع العين.
كده نبقى خلصنا. يا رب يكون الفيديو كان بسيط ومفيد بالنسبة لكم، وتكونوا اتعلمتوا منه حاجة جديدة. اتمنى اشوف تطبيقكم، وبعتولي على قناة التليجرام او جروب متابعة الكورس على الفيسبوك، هتلاقوا كل اللينكات موجودة تحت الفيديو. وقولولي حابين الفيديو الجاي او الدرس الجاي نعمل لني بلون تاني او بشكل تاني، ولا ندخل في العين بقى على طول. طبعا ما تنسوش، مش هعمل بقى سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك وشير للفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه اللي عجبكم في الفيديو، وايه اللي حابين يكون موجود المرة الجاية. اشوفكم فيديوهات تانية على خير بإذن الله، ودرس جديد من دروس كورس البورتريه بالألوان الخشب.